يعني كان برضو الحقيقة إعلام الإرهابيين شغال في نغمة الاختفاء القسري. تعالوا كده نشوف كده الفيديو ده مع بعض. هنتكلم عن كذا نقطة هنا ليهم علاقة بموضوع عمر الديب ووالد عمر الديب اللي طلع علق على اللي حصل، وهنتكلم على رد فعل الإعلام اللي حاول ينفي وجود إخفاء قسري عن طريق حادثة عمر. يعني هم بحادثة عمر دي يعني فيها شكوك كتيرة، حادثة عمر دي، لأن الراجل لما سمعته بيتكلم عن ابنه وبتاع، واضح إن هو يعني اتصالاته واهتماماته، مع إنه المفروض راجل دكتور ودارس أو تخصصه في القيم وال يعني ما جبتلناش التخصص كامل يا اخواننا، يعني في ضمن تخصصه كده القيم. انا قبل ما اقول اي حاجه، انا مش هحرجك ولا اقول لك القضيه اللي كانت عندك في مصر واللي اتقبض عليك فيها وايه وتحقق معاك فيها، بس هي قضية شوية حاجات كده في لونها أبيض. أنت النهاردة عامل وطني وطالع برا مصر وبتعمل انقلاب على مصر وبتنظر على مصر، إيه أخبار الدولار معاك إيه؟ أنت ومراتك إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ ما هو اصل احنا يا جماعه مش هنسيبكوا انكوا تاذوا مصر، عشان دي بلدنا احنا عايشين فيها. انتوا مش عايشين مش فارق معاكوا، انتوا مشيتوا منها وبعتوها وعملتوا ورستقتوا نفسكوا دلوقتي وعملتوا مستقبلكم وقاعدين تقبضوا بالدولار وعايزين تخربوها بقى على الغلابه وعلى الشعب وعلى الناس وعلى الدوله. لا مش هنسكت ومش هنسمح لكم. يعني كل واحد يروح يشوف نفسه، ابعدوا عن مصر. وانا عارفة وبقول للسادة المشاهدين، كل ما الانتخابات الرئاسية ما هتقرب كل ما هيسخنوا زيادة ويولعوا، لانهم مش عايزين الفترة الرئاسية الجاية للرئيس عبد الفتاح السيسي. من الاخر مش عايزيننا نعيش في هدوء. هيدخلوا ازاي طول ما الرئيس السيسي موجود؟ هم هيدخلوا ازاي؟ هيخترقونا ازاي؟ واحد زي ده هيرجع مصر ازاي؟ وغيره وغيره وغيره، مخطط. في جيش وفي شرطة على فكرة كمان، مش تعرفوا تعملوا حاجة. وفي بقى شعب، وعارف كويس قوي انتوا خنتوه ازاي وعايزين تدمروا البلد ازاي. ما بقاش في حد مش فاهم. بس انا عايزة اسأل سؤال، يعني احنا فاضيين لكم؟ هو انتوا يا جماعة يعني مش عايزة اتكلم، عيب. يعني انتوا مفيش حياء، انتوا ما بقاش عندكم حياء. امتى هيكون عندكم حياء وتحسوا على دمكم؟ السادة المشاهدين، الحرب علينا واضحة. الناس دي عاملة خطط ممنهجة علينا وعليكم. بدأوا بموضوع الاختفاء القسري وإعلام الإخوان ليل نهار يطلع علينا بأكاذيب وحكايات واتهامات، ولما ما يلاقوش حاجة يبتدوا بقى يهروا في نفسهم، يطلع لك أغنية، يطلع لك نكتة. إيه ده؟ ايه التفاهة ولعب العيال ده؟ ايه ده؟ انت مش لاقي حاجة تطلع تقول نكتة، تطلع تقول لفظ، هو ده الاعلام عندك؟ مش لاقي حاجة علشان انت فاضي، فضيت. والكتائب الالكترونية الاخوانية بالاضافة بقى للنشطاء وحبايبنا بتوع الطابور الخامس، واخر حاجه اللي شفناها مع بعض هي قصه البي بي سي اللي نهايته
زي ما شفنا ولا حاجة. واتكبسوا كلهم، كل الناس اتكبست بما فيهم البي بي سي. وعاوزاكم يا جماعة تاخدوا بالكم ان التقرير التلفزيوني ده عاملاه البي بي سي. عاملاه مين؟ البي بي سي. وطبعا دي مؤسسة ليها سياستها التحريرية الخاصة بيها، واللي احنا كإعلاميين فاهمينها، عندها قدرة على إقناع جمهورها حتى لو كان مضمون تقريرها كذب وتدليس، وهو كذب وتدليس. والبي بي سي في تقريرها ده اعتمدت على الصورة في التقرير واهتمت بيها، استخدمت التفصيلات الصغيرة علشان تدغدغ مشاعر الناس والعالم اللي بيتفرج، زي ما جابوا الست وعيطي وقولي وزودي. فين الست؟ الناس اللي جت وخدتها وعذبوها وعملوها وكهربوها. بنتك جابت ولد، مبروك يا ام زبيدة، مبروك مبروك. انا عايزة كل الناس تبارك لك. بنتك اتجوزت بقالها سنة وخلفت. بطلوا يا جماعة كل حاجة اختفاء قصري اختفاء قصري. النغمة دي باخت خلاص. انا بسأل تاني، احنا ليه صوتنا مش بيوصل برا وبيأثر فيهم زي البي بي سي ما بتعمل؟ وكمان البرلمان الأوروبي اللي بيطالب مصر إنها ما تطبقش عقوبة الإعدام على الإرهابيين. على فكرة عايزة أقول لكم حاجة، إنه إحنا لينا ردود على الكلام ده. مصر ما وقعتش على البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام على فكرة. وكمان عقوبة الإعدام بتتفق مع الشريعة الإسلامية وليها ضمانات كتير في القانون علشان تطبق. وبرضو تقارير المنظمات الدولية اللي بتتكلم عن انه الانتخابات في مصر مش نزيهة، هي لسه الانتخابات بدأت عشان نحكم عليها ولا تحكموا عليها من دلوقتي؟ امال لما الانتخابات تبدأ هتعملوا ايه؟ مش نستنى لما تبدأ؟ طيب عشان كلامكم يبقى منطقي فكروا، حتى ما بتفكروش عشان نشوف نزيهة ولا مش نزيهة. قبل ما نختم فقرتنا لازم أكلمكم الحقيقة عن مذيعة. مذيعة عاشت في مصر، أخدت شهرتها من مصر، وكان ليها كل الحقوق طول ما كانت عايشة وموجودة على أرض مصر. لكن بجد فعلا صدق المثل اللي قال إذا أكرمت اللئيم تمردت.